هوليوود بعده اكثر مننا، الارقام بعده اعلى من عندنا، بس السؤال هاي الدائره تبعتنا هل بدها تكمل لفوق ولا لا؟ هل احنا رح نتجاوز المجتمع اليهودي ولا لا؟ هي احصائيات 2008 هون، فعمليا احنا 4 سنين وراها كمان، معناته احنا صرنا متقدمين لفوق اكثر، ويمكن يكون صرنا متساويين في كل الاصابات في مرض السرطان بشكل عام. الاصابات وحتى تعرفوا كمان الموضوع، يعني الناس بتقول لك بدون كل واحد يدور على السبب، بنحكي احنا ارقام جدا عالية من جيل 0 لجيل 90 في الاورام السرطانية، عم نحكي على 1 من كل 3 يصاب بالسرطان بالمعدة في اسرائيل، 1 من كل 3. عند اليهود رجال يهود 1 من كل 2.5، عند النساء 1 من كل 3 يهوديات، رجال عرب 1 من كل 3، نساء عربيات 1 من 4. هاي الارقام اللي احنا عمليا موجودين فيها من ناحية الاصابات بمرض السرطان، واضح كمان بكل الشغلات سرطان. فدنا نحكي احنا على 1 من 8 عند في المجتمع اليهودي، واليوم تقريبا حتى صار 7.5، بينما عندنا 1 من 13، وبقدر انه يمكن صرنا ننزل لـ1 من 12. طبعا من هون كمان بقول سرطان الثدي، في سرطان ثدي عند رجال بس هو بنسب جدا قليله اقل منها بكثير. اكثر نوع سرطان منتشر عند الرجال العرب هو سرطان الرئتين، اعلى منه من اليهود. عندنا 1 من كل 12 عند العرب يصاب بسرطان الرئتين، عند اليهود رجال اليهود 1 من 21 يصاب بسرطان الرئتين. نسبة عندنا تقريبا الضعف، وسببها المباشر الواضح اللي ما حداش فصلنا فيه، التدخين. وانتو كمان انتمنا عم تلحقوا في تدخين الارجيلي. للأسف تدخين الارجيلي الاحصائيات صارت موجودة لنا بالسعودية، موضوع تدخين الارجيلي زيادة كبيرة في سرطان الرئتين عند النساء، زيادة رهيبة عند النساء وسببها الارجيلي. معدل المعدلات العمر بعدها هي معدلات عالية، معدل العمر عند اليهود بعده اعلى منه من عند العرب، وكذلك نسبة الاصابة بالسرطان. بس وهذا كمان شغلة هي مهم نعرفها، يعني معدلات العمر بنحكي احنا بالبلاد حوالي 80 سنة، نساء فوق 80 سنة، اليهوديات فوق 80 سنة، نساء العربيات كله حوالي 80 سنة في معدلات العمر. الشاشة. أوكي. سوف نشوف في نوع من ضغط المية فوق 50 سنة، يعني 44% تحت 50 سنة. هذا رقم جدا كبير، رقم جدا صعب، في عليه كتير نقاشات، وفي مجال كمان إحنا مع الأطباء يكون لنا كمان نقاش بالموضوع هذا غير اليوم، يعني لأنه إحنا طرحين الموضوع كمان على المستويات العالية وبدنا أجوبة على الموضوع هذا، لأن هذا الموضوع مغلق بالنسبة لنا، لا تكفي الأجوبة اللي موجودة عليه بشكل أساسي. يعني بطلع الأجيال الصغيرة تقريبا عم نتساوى، إحنا نساء عربية نساء يهوديات في تساوي، عم أصبح التساوي موجود في الأجيال الصغيرة. الحكي طبيعي هذا هو إنه بالجيل الكبير عندنا الإصابات أقل، جيل ما فوق 50 سنة نسبة إصابات النساء العربيات هو أقل بكثير، وهذا هو صحيح، لكن بالجيل الصغير في تقريبا أصبحنا في التساوي. فحص الماموغرافيا إحنا منتجين بالمحل الصحيح، إحنا عمليا رايحين اليوم بنسبة 70% الفحص موجود عند النساء العربيات مثل اليهوديات، أحيانا نسبق اليهوديات فحص الماموغرافيا. هذا الأمر مهم جدا، لكن هذا الأمر بديته مع شغلتين. أول إشي 70% بدنا إياها توصل ل100%، هذا الهدف تبعنا الأول. الهدف الثاني إنه كل واحد عندنا في الفحص ترجع كمان مرة بعد 2 سنين وتعمل هذا الفحص، مش تفكر حالة عملته مرة واحدة خلصنا. هاي شغلة جدا كمان مهمة بالنسبة لنا. إسرائيل من الدول المتقدمة بالعالم بالإصابات بمرض السرطان، يعني إحنا عمليا نطلع يمكن 5 دولة بالعالم في الإصابة بمرض السرطان، لكن نسبة الوفيات هاي تحت العمود الصغير، نسبة الوفيات من الدول اللي فيها نسبة الوفيات قليلة بمرض السرطان، وهي شغلة جدا مهمة. هذا العمود الكبير الإصابات هون تحت الوفيات، وهي شغلة كتير مهمة نعرفها. الشفاء اليوم عندنا بوصل لحوالي 80% عمليا بسرطان الثدي، نسبة الشفاء بوصل ل 80%، أعلى من كل دول الأوروبية بشي محل، وهي شغلة وصلنا 86% أسف من 2008 نحكي شفاء بسرطان الثدي. هذا الأمر اللي بحتم علينا زيادة التوعية وزيادة بكل المجالات اللي نشتغل فيها بهذا